في الوقت اللي لا صوت فيه يعلو على مشكلة سد النهضة بصفته قضية حياة ووجود وأمن قومي، فتلاقي كل الناس بتقول رأيها سواء إعلام أو مثقفين أو مواطن عادي، ما بين اللي شايف إن العمل العسكري هو الحل أو اللي شايف إن المفاوضات والحل السياسي أسلم. ما بين كل دول كان لازم تكون للخبرة والحنكة دور في المدعكة دي بقى. وهنا يجي دور الأكاديميين بقى والمتخصصين. وش قفص الدكتورة والعلم والخبرة؟ الدكتور النابغة معتز عبد الفتاح أستاذ لمؤاخذة العلوم السياسية طلع بقى وهو اللي جاب النهي ولخص الحوار والهري ده كله. الراجل قرر يوجهنا ويوجه السيسي نفسه لاستثمار نجاح تطبيق نظرية الحفر على الناشف اللي جربها في التفريعة وفي مصلحة المواطن وأثبتت كفائتها، وراح مشغل الطاسة المتكلفة دي وقال لك الخرم هو الحل. اخرموا السد يا رجال، احنا هنخرم ومعانا الحق ولا يضيع خرم وراءه مطالب. وانا مش عارف كانت تايهة عننا فين الفكرة دي. انا شخصيا قريها من كام سنة في مجلة تايوانية اسمها وتهد السد ليه؟ اخرموا واجري يا مومبي. أحمد موسى يطالب المواطنين بإخلاء أسطح المنازل يوم نقل موكب المومياوات. فوق الأسطح بيوتنا عندنا مشكلة، كلنا عندنا مشكلة، إحنا كل حاجات نروح إيه حطينا فوق الأسطح، أسطح البيوت. فأتمنى من أهالينا اللي هو من أول التحرير لحد الفسطاط، أنتوا من نفسكم، ما حدش يطلب، أنا اللي بطلب أهو، كل واحد بيته عليه حاجات الفترة دي شيلوها، أو اليوم ده شيلوها ونعدي اليوم ورجعوها تاني، ما عنديش مشكلة، بس أنا عايز يوم 3 أبريل ويتم التصوير من الجو، لأن العالم كله هيشوفك، مش عايز يبقى الـ لا انا عايز صوره بلدنا دايما محترمه وممتازه. بس انا بقول لو حد من حضراتكم حاطط حاجات فوق السطح ينزلوها يوم قبل 3 ابريل عشان الاسطح تبقى جميله كمان، انه هيبقى تصوير بادئ من التحرير كل المسار، البيوت كلها طالعه والاسطح طالع والعمارات طالعه والفنادق طالعه والنيل طالع وطرق وشوارع كله طالع. فارجوكم يعني اتمنى من حضراتكم عشان كمان ما بقاش مطلع كده. والستات اللي بتنشر للبسه البيضه ما حبكتش غسيل النهارده، واللي مربي بط ولا فراخ اذبحوهم كلهم ولا سرحوهم لحد اليوم ده ما يعدي عشان منظرنا قدام العالم والموكب معدي. وايه كمان يا موسى؟ قسم وسمعنا، فين حطات تاني وطلبات سخيفه عندك ولا اكتفيت كده؟ عاوز تقول ايه تاني يعرف البشريه كلها انكم نظام اللقطه وبس ويولع الناس واحوالهم الحقيقيه؟ عاوز تقول ايه اكتر من كده يظهر الغش والكذب والتطبيل؟ لو بيقول لك يبقوا رجعوها تاني، عاوز تشغل الشعب العبيد في ابعاديه والدك فوعلي يطلعوا يلموا حاجتهم من على لسطح بتاعتهم استنادا على شعبيتك الجارفة وحب الناس ليك، يعني عشان خاطر سيادك يصرفوا ملايين للشو والمنظرة الكذاب؟ طب ما تجيب خالد يوسف يعمل شوية مونتاج حلوين كده ويضحك على الكوكب كله ويحول الكراكيب اللي مش عاجباك لتكعيبة عنب ومساحات خضراء وورود وأشجار فاكهة وحمامات سباحة وجاكوزي عشان العالم يعرف انكم مدلعنا والشعب عايش في رفاهية. انتوا قارفيننا في مواكب وزراء ورئيس على الأرض، كمان هتخشوا على الأسطح؟ هو مفيش آخر للمسخرة دي يا جدعان. حزب الوفد تقرير حقوق الإنسان أكاذيب واتهامات باطلة تحاول النيل من جيشنا العظيم. حزب الوفد برضو أخي حزب عريق ولازم تناوله للقضايا يختلف عن الآخرين، ولازم برضو نغمة تطبيله تختلف عن كل النغمات اللي حواليه، يعني بيحب يعزف منفردا كده. ساب كله طاخ طريخ ما بين تطبيل للسيسي أو للحكومة أو ردح وشتايم وهجوم على الدول اللي شاركت في البيان واتهموهم هم إن هم ما عندهمش حقوق إنسان. والوفد بقى شاف إن الجيش مظلوم في الحوار ده ومحدش طبله، مع ان التقرير ما جابش سيره الجيش اصلا، ولا ده اعتراف ان الجيش بالع الدوله كلها في كرشه، فلما حد يجيب سيره الدوله يبقى بيخبط في الجيش. عموما احتفظوا بالتطبيله دي لما تعوزوها لو طلع تقرير يرصد انتهاكات الجيش لاهل سيناء وهد بيوتهم وتهجيرهم، هينفعكم ساعتها قوي. وزير الماليه يبكي اثناء حديث وزير الاوقاف عن مكانه الام في خطبه الجمعه. انا مش عارف ايه البلد اللي رئيسها بيقوق ووزرائها بيبكوا وشغل المناحه اللي بيطلعوا علينا بيه كل شويه ده، هي ناقصه نكد ولا ده اسلوب اداره جديد حد جربه في كندا وطلع شغال يعني؟ طب ما تجيبوا عبلة كامل رئيس وزراء بقى واقفلوا الباب عليكم وقعدوا اندبوا بعيد عننا عشان حسنا مرهف وممكن نبكي احنا كمان. احنا ماسكين نفسنا بالعافية اصلا من ساعة ما عمرو اديب خف. وبعدين هو ليه الموقع بيأكد انه بيبكي عشان الخطبة جاب سيرة الام؟ ما الخطبة كانت مليانة حاجات تانية. يمكن بيبكي عشان حس ان امكانياته في الطبل اقل من وزير الاوائل، يمكن عاوز يخش الحمام والوزير رغاي ومش عاوز ينجز، او مثلا بسبب احساسه المرهف كانت نفسيته تعبانه وشايل هم الفقراء والمطحونين واصحاب المعاشات من قرارات وزير الرياضه اللي عمال يوافق على قروض ده اللي قطمت وسطهم ضرائب وزياده اسعار. وبعدين هو نفسه اسمه معيط، يعني ممكن الدموع دي تكون عوامل وراثيه ولا متاثر ولا نيله. السيسي عن المبالغه في تجهيز العرايس جايبه غسالتين وعشر بطاطين وتلاجتين ليه؟ للاعلام، ويمكن يشكل قوه دفع للمؤسسات الدينيه ان هم يعني سمعت ان هم بيقولوا ايه، يجيبوا تلفزيونين ويجيبوا تلاجتين ويجيبوا مش عارف 10 بطاطين ويجيبوا طب ليه؟ طب ليه يعني طب انا غسلتين ليه؟ طب يعني
فقالوا ان ده في الريف يعني عيبه جدا جدا لما حدش جاب كده، ما جابش في الجهاز بالطريقه دي. يعني طبعا احنا عايزين الاسر تقوم بالواجب مع بناتها يعني، لكن يا ريت الموضوع دوت نفكر فيه انه ده مش عاده طيبه. هو بصرف النظر عن ان كلامه صح والمبالغه والتبذير شيء سيء في العموم، لكن احنا خلاص اتعودنا ان كل كحه بكحه الجدع ابو ضحكه جنان ده بتتحول بقدره قادر الاول لهري اعلامي وشتيمه في الشعب المبذر ده، ثم الصبغه الدينيه بقى في خطبه الجمعه عن فضل الغساله الواحده والبطانيتين في الاسلام، وهوب قرارات. لسه بقى مش عارفين اخره المباحثات دي هتبقى ايه. يعني ممكن تكون تمهيد لمشروع خير تجهيزات عرايس الارض، او فرض ضرائب على جهاز العروسين عموما، واللي يتقاعس عن الدافع تنسحب منه عروسته، والاي تتكتب في مصلحة الضرائب ويتدفع عليها رسوم في الشهر العقاري. هو مش هيغلب يعني، والأفكار كتير، لكن أعود وأكرر الراجل بيتكلم صح عشان نبقى منصفين. يعني التبذير والفشخرة الكذابة وصرف الفلوس يمين وشمال في عز احتياج الناس انها تلم ايديها، دي حاجات ما يعملهاش غير واحد فاشل او غبي او ممكن حرامي. زي مثلا الدول اللي نظامها سايب الناس جعانة، لا مش سايبها جعانة، ده متسبب في جوعها وسايب البطالة بتزيد والصحة في النازل والتعليم رايح في داهية. وبدل ما يعمل مشاريع تأكل الناس عيش واجراءات تسهل حياة الناس او يبني مدارس ومستشفيات، بيصرف مليارات على القصور والفنادق والملاهي والمدن الجديدة. الاتنين نفس الفكرة يعني. عموما يا ريس انت عندك حق، انا بس اعتراضي على حوار التلاجتين. الناس بتجيبهم يا ريس واحده للاكل وواحده للميه بس، يعيشوا عليها في اول 10 سنين في جوازهم اقتداء بالمثل الاعلى كل المصريين. البرلمان يناقش الموافقه على قرض كويتي ب 60 مليون دولار. يناقش؟ لا دي قله ذوق من البرلمان بقى. وانا شايف ان رئيس البرلمان يبعت عصفوره جوه اللجان اللي هتتناقش تكتب له في ورقه اسماء النواب اللي رفضوا وهم بيناقشوا الموافقه على القرض، عشان يتجرسوا ويبقوا عبره لغيرهم. يعني الرئيس يهين كرامته ويشحت علينا ويحط نفسه في مواقف بايخه عشان يكمل لكم بنى البرلمان الجديد اللي هيلمكم في العاصمه الاداريه وانتوا لسه بتتناقشوا؟ اسمها موافقه، البرلمان يوافق مش يناقش يا بهوات، عيب. وانا رايي يا ريس انك تلغي البرلمان ده من اصله، ومصاريفه اولى بيهم تعمل لك كوبري ولا تكمل تشييد اطول ساري عالم، طالما وصلت للمناقشه وقله القيمه دي. وانت في القروض اتعامل من بره بره، ما تديش الناس دي اكبر من حجمها. يعني احمد موسى اتعينت في الاهرام بعد ما اتجوزت باسبوع، وش زوجتي كان حلو عليا. اقول لحضراتكم تجربتي عشان ما ابقى انا اللي بتكلم مش حد تاني، مش عيب. ما احنا بادئين ما كانش معانا حاجه، يا دوب الشقه وشويه حاجات والاسره المحترمه. ما كنتش كمان اتعينت والله في الاهرام، لما رحت خطبت ما كنتش اتعينت. انا بقول لكم تجربتي الشخصيه، اتعينت بعدها باسبوع، كان وشها جميل عليا، ربنا يكرمها ويديها الصحه يا رب، بحييها. وحماية الله يرحمه، وهو كان في موقع كبير وله علاقات في الصحف مع كل المسؤولين في الصحافه، قلت له ما اتعينتش. الراجل جاي يخطب وما اتعينش، طب ايه تاني؟ قلت له ما عنديش فلوس. ما اتعينتش اعمل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ طب انت جاي بكلمكم بجد. ربنا كرمنا اسبوع اتعينت في الاهرام، ربنا كرمنا خدنا الشقه فلوسها والدي الله يرحمه، شقه نشتري، خدنا شقه في مدينه نصر، اول شقه خدها، شقه يا دوب على القد. انا بكلمكم عن تجربتي عشان ما حدش يتكسف من حاجه، ما حدش يتكسف، لا ما هو دي، وانا اتكسف من ده اطلاقا. لازم اقول لك عشان تبقى عارف احنا بدانا ازاي. ما تشوفنيش النهارده انا على التلفزيون، شوف بدات ازاي واشتغلت ازاي. ما بروحش بيتي عشان اشتغل، عشان اقدر اعيش، بشتغل في كذا حته عشان اقدر اعيش واقدر اجيب عربيه واولادي داخلين مدارس، دخلوا مدارس كويسه وهكذا. يعني ما دي الحياه، تعبنا. مش هقول لك ان احنا اتولدنا كده، ما اتولدناش كده، اتولدنا بتعب وشقه. اما قصه مؤثره بشكل، دي حكايه فيها حكم وعبر وقصه كفاح وصعود ملهمه الصراحه. هو بصوا هيطبل يعني هيطبل، مفيش حاجه هتقدر تمنعه. السياق ما فيهوش حكومه ولا السيسي ولا الجيش يطبل له، راح مطبل لمراته وحماه، ملوش فيه يعني. بس ان جيت للصراحه موسى، هي وشها مش حلو عليك انت بس، دي وشها حلو على شعب بحاله. ده انت بقيت مرجعيه تربويه، الناس بتنده على عيالها اول ما يشوفوك قدامهم ويقولوا لهم بص يا حبيبي، لما تشرب اللبن وتغسل رجليك قبل ما تنام وتسمع كلام بابا وماما وتطلع عندك اخلاق ومحترم، هتبقى زي عم الروبوت، ربنا هيحبب فيك خلقه زيه كده. يا راجل ده وشها حلو عليا انا شخصيا، البرنامج يقع من غير طلتك وحضورك الطاغي ده. بس اللي قول لنا موسى، يعني انت وصلت للي وصلت له ده عشان وش المدام حلو بس؟ مش عشان تطبيلك لاي معزه حتى لو قعدت على كرسي حكم او وزاره؟ مش عشان مثلا كنت راجل مجتهد في شغلك كعصفوره بتبلغ عن زمايلك وتعمل فيهم تقارير؟ عموما استمر وما تحرمناش من قصص كفاحك الملهمه دي، عاوزين نخرج جيش من الروبوتات يقودوا المسيره من بعدك. تركي آل الشيخ يعتزل الشعر، يبقى كل ما كتبت ذكرى. لا مش من حقك يا تركي، مش من حقك، انت مش لعيب كوره ولا مصارع ولا رقاصه حتى عشان تعتزل. ده فن واحساس ومشاعر في الوجدان والقلب مش في العضلات، عشان تقول مش قادر وتسيبنا يتامى بقرار فردي اناني ومستبد كده. انت ملك الجمهور كفنان، لازم تعمل حساب للحسره والضياع والالم اللي هيحسوا بيهم الشباب والبنات الكلبوبين والكلبوبات لو اتحرموا من كلماتك. لازم تحس بألم الفراق والدموع اللي هتنهمر والسبوبة اللي هتروح على أمير طعيمة وأيمن بهجة قمر. شفت؟ خلتني من انفعالي أقول شعر أنا كمان، منك لله نكبت علي. عموماً
انا حاسس ان القرار ده وراء احساس منك بالخيانه وخيبه الامل، وانا معايا تسريب بالصوت والصوره بيثبت المؤامره اللي اضطرتك للقرار ده. لا 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 ولاد الحلال دول كل عباره ب 35 قصيده هدفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟ انا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمو. ابيع نفسي لاول مشترياتي، ابيع مكرورا حبيباتي وكلماتي. حلوه قوي، ابيع نفسي دي. دار الافتاء قال التجار في ادويه التامين الصحي حرام شرعا، طبعا فتوى عظيمه وفي محلها. ما ينفعش الدوله تدعم فقراء الشعب ومرضاه بالدواء يقوم المستغلين الجشعين يتاجروا فيه. وبالنسبه للي محتكر وطن بحاله باراضيه ومشاريعه وسلعه مش حرام شرعا؟ والجيش لما احتكر لبن الاطفال اللي كان متاح للفقراء باسعار رمزيه يقدروا عليها وحرم الاطفال منه بالشهور واختلق ازمه وخباه ورجع بعدها ظهر بمعجزه عليه ختم تحيا مصر وصرفوا للناس ب 20 ضعف ثمنه الاصلي، ما يستاهلش يتهبد واحده حرام شرعا؟ ولا الحرام والحلال بيتجزأوا هما كمان؟ وحكر على العامه بس، والدوله والجيش ملائكه بجناحات. عمرو اديب سعيدا مشرئبا، المواطن يشعر بالنصره وان الحياه حلوه. شويه تعبيرات بس كده في الاول، يعني حبه تعبيرات. المذيع عايز يعمل شويه تعبيرات مبتسمه متفائله متجاوزه، يعني مساء الخير، مساء الفل، مساء الجمال، مساء مصر الحلوه، مساء مصر الجميله. حابب اقول لكم يعني كل مره اقول لكم مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج، يعني حابب النهارده بدون سبب معين، يعني انا ما عنديش اي سبب يدعو لي ان انا ابقى لابس كرافته حمراء كده والنهارده واقول لكم ازيكم، لا ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش شيء معين. ولكن هو المواطن يعني سعيد، هو يعني هو لازم الواحد المواطن ما يبقاش سعيد، المواطن ساعات كده يبقى مبسوط، المواطن ساعات كده يشعر بالنصره، يشعر بال يعني انه الحياه تبقى حلوة، تبقى عادية. على فكرة المواطن عايز حياة عادية، يعني لما يفكر كده يقولك احنا عايزين نبقى بلد عادية، بناكل ونشرب وننام وبنروح شغله وبننتج وعندنا اقتصاد وعندنا سياسة، يعني نبقى بلد مش مستهدفة. الحقيقة ان انا اتفرجت على اللحظات دي وشفت السعادة اللي في عين عمرو، لا اراديا فرحت انا كمان، وحسيت ان الدنيا اختلفت وفرحت بالانجاز اللي اتعمل من غير ما اعرف هو ايه. انا اشتريت عمياني كده خلاص، اصل عمرو اديب وبيضحك ومبسوط والموضوع فيه نصره والحياه حلوه، يبقى خلاص مشاكلنا كلها اتحلت. احمدك يا رب. واللي مهاجر يبدا يحضر شنطته ويجهز ورقه بقى، ملهاش لازمه الغربه والشحططه، مصر بقت احسن من اوروبا. وقعدت بقى اتوقع عمرو جاب معاه خبر تراجع اثيوبيا عن سد النهضه، حدودنا البحريه وحقول الغاز اللي تقوم 10 دول والسيسي فرط فيها رجعت لنا، الارهاب انتهى في سيناء والحدود وعساكرنا مش هتموت في طيش تاني، السيسي اعلن مصر دوله مكتفيه ذاتيا ووقف القروض، الوابة حط ديله في اسنانه وهرب من مصر. ما هي دي الحاجات اللي فيها نصره يعني. بس الحمد لله ما خابش ظني وما طلعش ولا حاجه من دول، هو بس بيعبر عن فرحته وعن شماته بخبر مش صحيح اساسا، بقفل 3 شاشات في تركيا. مصر هتغزو الفضاء خلاص، عشان المواطن لما يجي يقلب الريموت مش هيلاقي قناه. ابشروا يا جماعه، الحياه بقت حلوه، عمرو مأكد لي. عمرو اديب للمصريين، المفروض يبقى عندك ثقه في الاداره بتاعتك. برضه ان احنا بقى نقعد كده ونشوف الحكايه، وهو يا جماعه لما يكون عندك دكتور كذا مره انت وعيالك ومراتك وبتاع جالكوا امراض وجي عليكوا وتعالجتوا كويس، فبيحصل ايه؟ ثقه. انت الان بقى المفروض يبقى عندك الثقه دي واضحه في الاداره بتاعتك. كذا مرة بيحصل حاجات صح، اللي حصل في السودان صح، اللي حصل الآن في تركيا حتى الآن صح، علامة الصح موجودة كتير، اللي حصل في الملف الليبي صح 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 صح, صح. طيب عايز ايه بقى؟ ما تقرفنيش بقى كل يوم تيجي تقول لي الا بالحق يعني الموضوع ده ازاي؟ لا انا ما بقولكش التسليم ولا لا 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 خالص، بس يبقى عندك ثقة بقى انه الناس دي شغالة صح. لا بس حلوة، ما تقرفنيش دي. حاضر يا عمرو، مش هنقرفك، احنا هنخرس خالص. انتوا بتقرفوا ليه يا جدعان؟ ما تخلوا عندكم شويه ثقه في الاداره بتاعتكم. مش السيسي طبيب الفلاسفه اللي هو الدكتور اللي قال عليه عمرو، يعني الفلاسفه يبقى عندهم ثقه فيه وانتوا لا؟ الراجل قال عمري ما ضيعتكم قبل كده عشان اضيعكم دلوقتي. انتوا هيبقى عندكم ثقه ولا عمرو يجري وراكم يلسوعكم بسلك المكنسه؟ السيسي صوته اتنبح بقاله 7 سنين يقول لكم اصبروا عليا سنتين وانتوا هتشوفوا العجب العجاب. شفتوه ولا لا؟ بصوا لي هنا وانا بكلمكم، قال لكم مش هترشح للرئاسه وترشح، قال لكم مش هلغي الدعم غير لما اغني المواطن وارفع الاجور، قال لكم انتوا نور عينيا ورمى اكتر من 60,000 في المعتقلات، قال لكم مش هينقص نقطه واحده من حقنا في ميه النيل، ودلوقتي بيعمل مشاريع معالجه ميه الصرف الصحي عشان اثيوبيا بدات العد التنازلي للمال والتاني للخزان. انتوا ليه مش عاوزين تسكوا؟ ايه اللي هيشكوا بس؟ ليه النمرده دي؟ ضبط اكبر شحنه حشيش مسموم، حنه ودقيق وصبغه، حشيش ومسموم، ضاعت اخلاقنا. وفين بقى جهاز حمايه المستهلك من المصيبه دي؟ احنا في زمن الامانه فيه انعدمت طالما مفيش رقابه، الربح السريع والاستسهال خلوا الضمائر ماتت ومحدش بقى بيتقن عمله خالص. يعني اللي غش الحشيش ده
ضميرك مرتاح دلوقتي؟ مش ندمان على رأي إرهام سعيد؟ الشغلانة باظت ولمت من بعد ما مات طلبة والدفاش وابو دهشوم؟ دي ايه يا جدعان؟ ده الباظ بيه ما عملهاش. بس انا عندي امل وبثق في الحكومة انها بعد ما تصادر الشحنة دي هتعدمها بقى، طالما مسمومة يبقى مش هيتاجروا فيهم. وانا من هذا المنبر بطالب بتوقيع اقصى عقوبة على العمل العاملة دي، بس مش عارف بقى قانونيا هيحاكموهم عشان حشيش ولا هيعاقبوهم عشان مضروب. احمد موسى، بريطانيا لا تعترف بحقوق الانسان وتمنع الناس من التعبير عن رايها. لما نزلوا والشرطة، لان هم زعلانين من الشرطة الانجليزية لانها لا تعترف بحقوق الانسان ولا تعترف بحرية الراي والتعبير. انت مواطن في بريطانيا زي ما حضرتك شايف كده، ركز على المشهد العظيم ده. الشرطة البريطانية يا جماعه ناس انسانيين قوي، بيعرفوا يعني ايه حق المتظاهر السلمي. بيعملوا معاه كده. بص بقى على ده كمان واللي بعده هيدخل بقى تاني، اديله ادي. بص ادي حق الانسان اللي عايز يعبر عن رايه في بريطانيا، كيف تتعامل معه الشرطه الانجليزيه. الكلام ده امبارح مش من 10 سنين، امبارح تاني، امبارح. وادي عربيه شرطه تانية تولع فيها، وهتلاقوا محلات، وهتلاقوا دلوقتي جايبين لك ايه، بص الشرطه، بص اعداد هائله من قوات الشرطه البريطانيه، وجايبين الكلام البوليسيه ايه، ادخل على الناس عشان يعضوهم ياكلوهم يعملوا. بص الشرطه الانجليزيه نتيجه لايه الكلام الفوضى اللي قدامكم ديت، نتيجه انه قانون يمنع المواطن الانجليزي ينزل الشارع يعبر عن رايه. اللي انتوا سامعينه ده يا جماعه طبيعي ومحدش يقلق، وعادي في الفاصل الضابط ممكن يشيل الرامات وينظف بيت الرام برشه سبراي وفرشه سنان ويرجع موسى يشتغل عادي. اصل ممكن يكون حصل له اوفرلود خلاه يصفر ويقول الشيء وعكسه فيديو واحد، يعني عمال بيقول بلسان وعمليات تخريب وسطو على المحلات وحرق عربيات مش عربيه شرطه واحده، وفي نفس ذات الوقت بيهاجم تعامل الشرطه مع المتظاهرين السلميين دول اللي نازلين يعبروا عن رايهم، وان كده بريطانيا ما عندهاش حقوق انسان بقى. ده مذيع يا جماعه في دوله نظامها تخطى خلاص حوار المظاهرات السلميه او حتى الوقفات الاحتجاجيه اللي موسى نفسه كان بيقول له فيها اضرب في سويداء القلب، وبقى بيقبض على اللي بيكتب تويته او يرسم رسمه او ينشر فيديو كرتون ويحاكمه بتهم الارهاب. فدلوقتي بيهاجم الشرطه في بريطانيا وبيطالبها بضبط النفس في مواجهه متظاهرين سلميين، وهو نفسه وصفهم بالمخربين وبيعرض فيديوهاتهم وهم بيحرقوا عربيات ومحلات عشان اللي بيشكك في انه روبوت يقتنع بقى يعني. وزير التعليم، امتحانات الثانويه العامه بالتابلت بدون انترنت. طب هو ده الليفل الاخير لخطه تطوير التعليم اللي حضرتك وضعت دبشه الاساس لتنفيذها، ولا لسه نستنى انبهارات تانيه؟ يعني امتحانات الثانويه العامه السنه الجايه هتبقى بدون ورقه وقلم بالحب كده وبالنوايا، ولا ايه النظام؟ تابلت وبدون انترنت هيشتغل ازاي يعني؟ ده حتى اللواء عبعاط الله يرحمه كان هيقول لنا بيشتغل بالفحم ولا حاجه. طب يا نجم لو الباقه خلصت لاغي اولياء الامور، الحاجات دي ما فيهاش كسوف يعني، الناس لبعضيها يلموا لك من بعض مش قصه. عموما هو اكيد في لمسه ابداعيه وسر ورا الموضوع ده، وانا شايف ان بلاش الخبر ده يوصل لفنلندا ولا اليابان. الناس دي بصرم وحقودة على منظومة التعليم عندنا خلقة، وخلقهم ضيق بيتخلصوا من حياتهم لأتفه الأسباب. ولا يكونش كمين معمول للعيال يا لقمة عشان تعملوا عليهم كبسة في اللجنة وتسحبوا منهم التابلت وتبيعوه في شارع عبد العزيز؟ اربطوه بسلسلة في رقبتكم عيال، طارق ده خلبوص ما يتضمنش. عمرو أديب، أثيوبيا مش عاوزة حل، وإحنا والسودان بلد هتغرق وبلد هتعطش. يا جماعة إحنا على مايو يونيو اللي جاي عندنا مشكلة اللي هو الملء الثاني للسد، وعندنا بلد غريبة جدا بنتفاوض معاها في مفاوضات دائرية لا تنتهي، يعني تبتدي وترجع تاني لمكانها، تبتدي وترجع تاني لمكانها. آخر ما تم إنه إحنا وإخواننا السودانيين قلنا إيه؟ إحنا عايزين نعمل رباعية، عايزين نعمل رباعية دولية يكون ليها حق التحكيم في هذا الأمر ونخلص منه. فراح طلع لك الأثيوبيين تاني يقول لك إيه؟ يقول لك لا ده أنتوا غاويين عطلة بقى، ده أنتوا بتضيعوا وقت. إحنا النهاردة أثيوبيا بتتهم مصر والسودان بإن هم بيضيعوا وقت، أنتوا كده بتضيعوا وقت. طب يا عم أنتوا عايزين إيه؟ يعني انا لم افهم، انا على فكره شغال على الملف ده مثلا بقالي 10 سنين، انا لم افهم ماذا تريد اثيوبيا حتى الان. يعني كل ما تروح لهم بحل يقول لك لا 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 ده هيضيع الوقت. طب انا يعني نفسي حد من المفاوضين اقول له يا جماعه ما سالتوش الناس دول هم تفكيرهم في ايه؟ يبدو ان هم لا يفكروا في حل، وزي ما اتقالت الجمله الذهبيه من كام يوم انه لا توجد اراده اثيوبيه سياسيه للحل، ولكن لتضييع الوقت. احنا وقتنا بيضيع، بلد هتغرق وبلد هتعطش. مش عارف اثيوبيا عاوزه ايه؟ وحياه امك عاوزه تملى السد، واثيوبيا مش عاوزه حل تاني وحياه امك. ما هي اثيوبيا ما عندهاش مشكله عشان تدور لها على حل، انت يا حبيبي اللي عندك مشكله، وانت اللي لازم تحل مش هم. هم ماشيين وبينفذوا اللي هم عاوزينه لان سيادتك بتتعولق لمؤاخذة. بلد غريبة جدا اثيوبيا دي، ده حتى شبكة الصوابع في الكيلو بامية ما صنوهاش، والذكر اللي بتطبل له حلفه واداله بايده النور الاخضر يعمل ما بداله بالنيابة عن 100 مليون بني ادم من غير ما ياخد رأيهم. الذكر ده ملوش من حزقك نصيب. هي الحكاية يا عمرو مش انك مش فاهم اثيوبيا عاوزة ايه، انت فاهم وبتجعر في وشنا احنا عشان مش هتقدر تقول اللي انت فاهمه واللي العالم كله فاهمه، وبناء عليه دول كتير انت مصدعهم وبتقول لهم الحقونا بعد ما غرست. هم بنفسهم شافوا موقف رئيسك وخيانته لامانه حفظ شريان حياه ناس وشعب، فراحوا استثمروا مليارات في السد نفسه، ومن ضمنهم
أشقائك اللي بيصرفوا عليك أنت شخصيا، السعودية والإمارات. هي أثيوبيا بتقول لك وبتقول لإدارتك عمال تصرخ لي، إحنا بننفذ بنود اتفاقية إعلان المبادئ اللي اعترف لنا بيها سيدك بحقنا في السد وفي النهر نفسه. بالنسبة بقى لحكاية تضييع الوقت، هما فعلا عندهم حق، وكلكم كده بإعلامكم وخارجيتكم والسيسي نفسكم متعمدين تضيعوا الوقت بالزياط والهيصة دي. اللي أجرم وخان هو اللي وصلنا للوضع ده يا عمرو. ولا أثيوبيا ولا غير أثيوبيا كان ممكن تكلمنا بالعجرفة دي لولا إمضة سيادته الكريمة. نتنياهو يتعهد بتشغيل رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة حال فوزه بالانتخابات. بص يا عم النتن، يعني هو الخبر ده كان ممكن من كام سنة يبقى خبر هزلي ينزل كأنه كوميك كده، بس اليومين دول أنت شد حيلك بس وانجح. طول ما في بن سلمان وبن زايد وسيسي فكل شيء بقى جايز. ما أنت طياراتك أصلاً مفتوح لها المجال الجوي السعودي وبتعدي منه عادي، والمفتي موجود ياخد بس الأوامر يهبط فتوى تدخلك مكة. هو أي نعم مفيش مطار في مكة بس يعملوا لك عادي طالما نويت، وما ين عندهم عز منك، مين عارف يمكن تنوي تعمل عمره ولا حاجه. معلش اصل خدام الحرمين اللي منع الطيران في المجال الجوي لمكه اصلا تقريبا مشغول فما ردش على الهرتله بتاعتك دي، او يمكن ده اقتراحهم هم على معاليك وهم بيدعوا لك تنجح. احمد موسى لوزير خارجيه اثيوبيا، مين اداك الحق في احتكار ميه النيل؟ فطلع وزير الخارجيه قال لك ايه، لا يمكن لاحد ان يحرم اثيوبيا من نصيبها البالغ 86% من نهر النيل. هو انت جبت النسبه دي منين يا وزير خارجيه اثيوبيا؟ مين اداك هذا الحق انك تتكلم على 86% احتكار من مياه النيل؟ في انهي كتاب قالتها؟ ولا انتوا دي نوايا اثيوبيا؟ طب هل ده معناه ان اثيوبيا عايزه حل، ان اثيوبيا عايزه مفاوضات، ان اثيوبيا عايزه تصل لاتفاق اطلاقا؟ وزي ما قلت قبل كده لن اصدق اثيوبيا وكذا وكذا، بقولها تاني. طب الاول بس قبل ما نعرف كلنا مين اداله الحق اللي تقريبا الكره الارضيه وكواكب المجموعه الشمسيه كلهم عارفينه، ابقوا بس الاول عينوا ناس مكمله تعليمها، او غيروا حظابط اللي بيترجم لكم الاخبار والتصريحات، عشان مش وقت 50% دلوقتي خالص. هو قال اثيوبيا بتسهم في 86% وما قالش ان ده نصيبها المستحق في ميه النيل، ده اولا. ثانيا يا موسى انت عارف، والظابط اللي شاحن لك بطاريتك كروبوت عارف، والمايك اللي فيه جاكيتتك اللي مستحملك بمعجزه عارف، مين اللي اداله الحق؟ اللي اداله الحق اللي راح مضى على اتفاقيه اعلان المبادئ ورجع قال لنا هو انا ضيعتكم قبل كده عشان اضيعكم دلوقتي؟ اللي لعب معاه كيلو باميه هناك وجاي هنا يحلفه بالله العظيم انه مش هيفركش معاه؟ واللي اصلا بعد ما مضى بالموافقه على كل تفاصيل السد الهندسيه سابهم 6 سنين وجاي يطلقكم علينا تولولوا دلوقتي وتشخطوا فينا احنا؟ يلا بقى منه لله اللي اداله الحق. امينه لجنه الشؤون الافريقيه بالنواب السيسي ارسى مبادئ مكافحه الارهاب بتجديد الخطاب الديني ونشر الاسلام الوسطي وتحديد النسل. ازاي تنسيها دي؟ ده انتوا خرمتوا نفخنا بيها للنهار. التطبيله اللي ناقصها الحته دي بتعكس ان في نقط ضعف في اداء البرلمان التطبيلي. وبعدين ايه تجديد الخطاب الديني ده اللي الداعيه الشاب الشيخ السيسي جدده؟ حد فهمنا عملها ازاي؟ جاب له قرار ازاله يعني وبدا يبني على رواقه، ولا برنطه وحملات خالد الجندي خليتكم لمستوا التجديد؟ ده معين وزير اوقاف مش عارف يقرا الفاتحه وبيتكلم في الدين نفسه مره كل 4 شهور. ويعني ايه اسلام وسطي برضه؟ انت بتجيب المصطلحات دي منين؟ طب نوصل الاسلام من انهي اتجاه تحبوه بس عشان ترضوا عننا؟ طالما حاسين ان الدين واسع ومحتاج يتقصقص ويتكشكش كده ويبقى وسطي ويجي على مقاسكم. الارهاب يتكافح بوقف الظلم والاستبداد من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه الجنرال المجدد ده اللي طلب تفويض يواجهه في سيناء فراح نطوره لنا في مصر كلها وراح يواجهه بالسلاح اللي اشتراه بمليارات من فلوسنا. بس كده خليه يركز في الحوار ده وما يتعبش نفسه بحكايه نشر الاسلام الوسطي، احنا محتاجين يوفر مجهوده مش عاوزين نتقل على جنابه. ابراهيم عيسى السيسي اكثر استناره من المؤسسات الدينيه في تجديد الخطاب الديني ويحترم الدستور. لما نبص حاليا بقى الرئيس السيسي فيما يخص الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني وفيما يخص قضايا المراه اكثر استناره من مؤسسات الدوله الرسميه قولا واحدا. تجديد الخطاب الديني بيحصل اجهاض من المؤسسات الدينيه لفكره تجديد الخطاب الديني اللي اطلقها الرئيس السيسي. بيحصل في القضيات التعامل مع موضوع القضيات اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي كلام يشرح لك بوضوح فكره ازاي ان الرئاسه اكثر استناره من مؤسسات الدوله. زي ما اقول لك القصه قديمه وعميقه وطول الوقت بيجي السؤال طب وانت عايز نفرض حاجه على المؤسسات الدينيه او على المؤسسات القضائيه مش برضو في اسمها احترام للاستقلاليه وللديمقراطيه؟ طبعا في احترام للاستقلاليه والديمقراطيه وكل حاجه، ومحدش عايز فرض ولا جبر على حد، احنا عايزين نحترم الدستور. فلما الدعوه الرئاسيه او الراي او وجهه النظر اللي بيقولها الرئيس فيما يخص تجديد الخطاب الديني وجهه نظر دستوريه 100% وتحترم الدستور 100%، يبقى احنا بنطالب الهيئات والجهات الدولة انها تحترم الدستور، مش بنطالب منها انها تنفذ تعليمات. بس هي ما احنا عاوزين نظبط المصطلحات. هو السيسي طبعا بكلامه وممارساته وخصوصا في نظر اللي زيك بيرسي قواعد الدين اللي على مزاجكم وهواكم. الدين السهل التيك اواي، فاحنا ممكن نسمي اللي بيعمله السيسي واعلامه ومفتيه وشيوخ فضائياته بتنجيد الخطاب الديني او تجنيد الخطاب الديني، لكن تجديد ده ممكن تعمله في شقتك، يعني تعمل الحمام في قلب الصاله، تحط البانيو في غرفه المعيشه، تعمل ضرفه جديده في الدولاب للحمالات بس، انما اسلام يتجدد ويبقى على الموضه دي ما نعرفهاش
الصراحة. ثم إيه بقى الخطوات المستنيرة اللي عملها السيسي لتجديد الخطاب الديني؟ خطبة الجمعة وعمال يقصقص فيها، وبقى كل إمام طالع ومعاه ورقة قطعها من النتيجة قد كراهه، فيها كلمتين وبقيت الخطبة تطبيل للجيش والسيسي وإنجازاته. الجوامع وبيقفلها وهد منها اللي هدوا. المفتي ووزير الأوقاف بقوا بينافسوا لميس وأحمد موسى وبيجيبوا سيرة الدين لما بيفتكروه كده في الويك إند. السيسي نفسه داير يحذر العالم كله من إرهابنا وتطرفنا كمسلمين. هو ده التجديد اللي شفناه من الرئيس المجدد اللي قتل فوق 1000 مسلم في ساعتين زمن. وبعدين ضحكتنا في حوار انه بيحترم الدستور ده. هو انت شايف انه بيحترم الدستور لما يتكلم عن الدين بس؟ كنت في الحمام لما فشخه عشان يقبض في الحكم وطلع 70 مليون قانون غير دستوري يحبس بيه عشرات الالاف ويمنع التظاهر ويجرمه ويعين القضاه ويبيع تيران وصنافير اللي اقسم دستوريا انه ما يفرطش فيهم. انت حمالتك لو كانت بتنطق كانت قالت لك كفايه تدليس والبس حزام بقى واعتقني يا ابراهيم. جريده الشورى: السيسي هو الهادي المرسل، لماذا وهب الله مصر السيسي بعد السنوات العجاف؟ هذا وقد تم ارسال الهادي المرسل من جهاز سامسونج، وقد نزل مبعوثا الى ارض مصر الطيبه بدين جديد. فماذا نحن فاعلون؟ واين يقع محرابه في منطقه عزبه النخل؟ ومحدش يقول ان وصف الهادي المرسل ده من ضمن الاوصاف اللي اطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم. تادب في الحديث عن الانبياء وتكلم وانت ايدك جنبك. الراجل نفسه حاول يجيبها لنا واحده واحده عشان ما نتفاجئش، بس احنا اللي ما فهمناش. وحضرتك قلت الصادق الامين، وانا هحاول اكون بالقوي الامين وصادق كمان ان شاء الله. اه يا جماعه الموضوع كبير وفيه لغز، والراجل مستحمل كل الاهانات والاوصاف وبقلبه الكبير وروحه الشفافه مش عاوز يعاقبنا، مع انه قادر بكرامته يسخطنا كباري كلنا. لا، وعشان تعرفوا انه مرسل لكل المصريين وما بيفرقش ما بينهم على اي اساس، وهداه كرسول بيشمل كل اطياف الشعب. جريده الموجز قبل كده كشفت لنا السر الخطير ده كمان. ويبقى حد يعترض على سيادته بقى هنقيم عليه لحد وقتي؟ محدش له حجه، لا مسيحي ولا مسلم. عمار يا مصر والله، بس سيبوا عرفونا المؤتمر الصحفي اللي هيقول لنا فيه انا ربكم الاعلى هيكون امتى عشان نعمل حسابنا. بس السيسي: انا بحترم الست المصريه وبقول للمسؤولين خلوا بالكم من اهلكم وعرضكم. وكل ست تعمل كده تجعلنا وتشرفنا، لان انا بس عايز اقول ايه، انتوا ليه عرفتوا بحترم قوي الست المصريه؟ لان 19 تجعل 4 تشيل بتاعنا ما بقتش ست ب 100 رميه. فانا بس عايز اللي كان صوتي يوصل لها يعني، ولكل ست انا مش شايفها بقول لكل مسؤول في مصر في المحافظه المحليه من فضلكم خلوا بالكم، خلوا بالكم من اهلكم، خلوا بالكم، خلوا بالكم من عرضكم. الست عرض واحنا مسؤولين عنها في الظروف اللي كده. يعني انا اللي بقوله ما بستناش، بس انا في ناس كتير ما بسمعش، ما اعرفها، ما بسمعش عنها. فاللي موجود يسمع يا يعمل يا يقول لي، وانا ان شاء الله اعمل. ربنا يكبر بخاطر حضرتك يعني. الله على اخلاقك يا ريس والله. شوف يا اخي لما بتتجمع الحنيه مع الشرف والرجوله بيطلع الميكس اللي انتوا شايفينه ده ازاي. لا وجريء كمان، بيتكلم على العرض عادي كده ولا بيهمه. شكلك عامل لنا مفاجاه وهتفرج عن الستات وتحمي عرضهم اللي بينتهك في سجونك من ساعه ما هليت علينا. اعملها يا ريس، انت مش زي مدير المخابرات الحربيه ايام الثوره. الراجل اللي بقى وزير دفاع ده اللي بكل بجاحه رد على مدير منظمه العفو الدوليه لما انتقدوه على اجراء كشوف العذريه بان ده اجراء عادي متبع بنعمله عشان نحمي عساكرنا وظباطنا احنا من اتهامات الاغتصاب. سير يا ريس على درب الحفاظ على عرض مصر اللي واحد الله يجازيه بقى قال عليها كشفت ظهرها وعرت كتفها. بس معلش يا ريس، يبقى ضيف على مناشدتك للمسؤولين ان هم يلموا اللحم اللي بيترمي في كل انتخابات ولا استفتاء ويقضوها راس ومراجيح، بما انك مهتم بحكايه العرض دي قوي يعني. وزاره التموين: فاتوره استهلاك المواطنين من السلع تصل الى 100 مليار جنيه خلال رمضان. تبذير اوفر، شعب ملوش كتالوج فعلا. طب ما احنا اغنياء اهو، بنصرف ببذخ ونبعتر الفلوس يمين وشمال، والموظفين اول ما بيلاقوا القرش جري في ايديهم بعد ما زادوا بتاع 180 جنيه بحالهم افتروا بقى. امال بنيجي عند كل صبه وبنشتكي من التهاب المصلحه ليه؟ افرم سيسي بقى، عشان الشعب ده بيشتكي من اي زياده او ضرائب جديده غلاسه كده عشان يزهقوك بس وهم عندهم الفلوس بالكوم. عموما بالنسبه لل100 مليار، معلش هبرق لكم واعمل بايدي كده عشان نحسسكم ان الرقم كبير يعني، هو لو اتقسم على الشعب ده كله بكل طبقاته، يعني واقف على الفرد ب1000 جنيه في الشهر، يعني 30 جنيه في اليوم، اللي هو ما يجيبش حق نص كيلو فستق حتى. وبعدين بصرف النظر عن الرقم، هو ليه صياغه الخبر محسسانا انكم بتصرفوا على الشعب وبتجبوا عليه من جيب ابوكوا يعني؟ ما هي فلوسهم من شقاهم وعرقهم وصد ضرايب بتشفطوها ولا بتعود عليهم في تعليم ولا صحه ولا عيشه ادميه. وبعدين السيسي بقاله 7 سنين وعمال يجدد الخطاب الديني، ليه ما فكرش يلغي رمضان من اصله منعا من المشاكل دي؟ هو بصرف النظر عن الصداع الازلي اللي بيحصل لما حد يموت، وبصرف النظر عن ان الشماته كصفه في حد ذاتها صفه غريبه وابيحه وملهاش محل من الاعراب خصوصا في حاله الموت، اللي هو امر الهي ملناش اي دخل فيه يعني، بس خدوا الحكمه والورع والتقوى ومعاهم بنص جنيه تناقض من ابو البزابيس، اللي هو عمل نفس اللي بيعمله اللي هو بيهاجمهم بالظبط. فالراجل وهو قاعد في الاستوديو شافهم من وجهه نظره بيوزعوا سكوك الجنه والنار واخدين مكان ربنا في الحساب، فراح مهاجمهم بانه هو نفسه خرجهم من المله وامن على كرسي وقعد هو كمان مكان ربنا وقال ان يد الله ما مرتش عليهم.
اللي هو مش عارف يعني يد الله لما بتمر على حد بتعمل له ايه. هو شاف ان الناس دول بيقولوا انها رايحه جهنم وربنا مش راضي عنها، فهو قال لهم لا وحشين، انا لسه جاي من عند ربنا وباكد لكم انها اكرم عند ربنا منكم، اللي هو انتم معاكم تذاكر الاخره وانا كمان معايا، محدش احسن من حد. الشماته وحشه وقله ادب، والموت له حرمه لو الميت تبعنا، انما هو شخصيا اتحزم ورقص لما الناس اتقتلوا في رابعه او في وفاه مرسي او ابنه او اي حد مش على مزاجه، لدرجه انه داعى على الهوى الناس اللي يشوف حد منهم لسه صاحي وبيفلفص يقتله بشكل واضح ومباشر لا لبس فيه، لو بيقول لك بيسيئوا للذات الالهيه والدين. اللي كتب المقال ده عشان يطبل لمحمد بن سلمان اللي كان لسه ناشر بني ادم طازه، قال عنه انه رد الله من أيدي المتطرفين، وكتب مقال طويل عريض بيهاجم فيه سيدنا الحسين عشان رفض يبايع يزيد بن معاوية، وكان ناقص يطلب بمحاكمته عسكرية. عموما أبو البزابيز ربنا يحشرك مع من تحب، هتتحشروا فين بقى مش مشكلتي يعني، حلها بمعرفتك، طالما يد الله مرت عليك بقى تصرف. قناة اون تي في على صفحتها الرسمية لسبب مجهول يهتم العالم كله بسفينة عالقة في تفريعة يؤكدون أنها ملهاش لازمة. يا سلام على قصف الجبهات، اديهم على عينيهم اللي كانوا بيتريقوا على تفريعة مهيب الركن، عرفتوا قيمتها غجر؟ هو طبعا والسبب بس مش مجهول قوي يعني، النظام المصري بيفضل يعلف في الإعلام ده ويصرف عليه مليارات ويجيب أوسخ ما إيده الطول ويشتغل فيه عشان بس يداري على خيبة المسؤولين وفشلهم وعدم الإعلان عن موضوع إعلام العالم كله ومواقع بيتكلموا عليه وهري تريقة وكوميكس وتويتات ساخرة. ده كمان بيكذب وبيدلس على جمهوره وبيستغل الحادثة في التطبيل الرخيص لفنكوش سيادة الرئيس، وده يدل على احتقارهم للناس واعتبارهم شوية مغفلين ومغيبين بيستقوا معلوماتهم من شوية كذابين وأغبياء. لأن ببساطة العالم مهتم بالسفينة والعطلة اللي خسرت ناس كتير ملايين وعطلت حركة الملاحة يومين، لكنه مش مهتم بيها عشان غرزت في تفريعة ملهاش لازمة، لأنها فعلا ملهاش لازمة، والسفينة كانت غرزة في قناة السويس مش في التفريعة خالص، وخرائط جوجل جابتها عادي. بس انتوا تمامكم الحمام الزاج، هي جنحت وقفلت الممر المائي بالعرض بين خليج السويس والبحيرات المر، والمنطقة دي ما فيهاش اي تفريعات، وهي اسكى اخواتكم اصلا يا ريتها كانت جنحت في التفريعة، لان ببساطة كانوا هيقفلوا التفريعة اللي حصل فيها المشكلة ويخلوا حركة السير في القناة الاساسية شغالة عادي. لكن معاش ولا كان اللي يقول التفريعة ملاش لازم، هي مش رفعت لمؤاخذة الروح المعنوية. هو السؤال بس اللي لازم يتسأل دلوقتي بعد ردود الفعل والاضرار الاقتصادية اللي كشفتها الحادثة دي، الدخل الرهيب من رسوم عبور السفن دي بيروح فين يا رجالة؟ ده اللي تحكوا فيه، مش تتناولوا الموضوع من زاوية ردح المصاطب دي، وفي دول هتقف لكم بالشبشب تطالبكم بتعويضات عن كل ساعة تأخير. متحدث الري نواجه تحديات مائية بسبب سد النهضة، ودور المواطن أن يحمي المياه ويحافظ عليها. يا باشا نحمي ونحافظ ونعمل اللي انتوا عاوزينه، احنا أهل وفداكوا ألف سد، السيسي يضيع ويفرط واحنا نحمي، حاضر من عينينا. وبعدين انتوا هتقطعوا نفسكم، لازم يكون في مشاركه مجتمعيه وتوزيع ادوار، يعني انتوا ركزوا مع الكباري والعاصمه الاداريه وخدماتها الترفيهيه واطول علم واعلى برج، والسيسي يركز مع جهاز العروسين، ووزاره الخارجيه تركز في الردح لدول العالم اللي بتنتهك حقوق الانسان، والشرطه تركز في القبض على بتوع الفيسبوك، والجيش يركز مع فرش الخضار وعمليات نزع رؤوس الجمبري، واحنا كمواطنين هنحمي الميه. حاضر. احنا اصلا من بعد اقتراح استاذ العلوم السياسيه معتز عبد الفتاح بخرم السد قسمنا نفسنا مجموعتين، مجموعة لمت من بعض واشترت سنيور، ومجموعة أجرت مخزن وحطين فيه جراكن على براميل على بستلات تكفينا مية لسنتين لحد ما الخرم اللي في السد يوسع والمية تعود لمجاريها. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. بترجع العضل الراجل بترجع. حلوة 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 زي ما احنا شايفين. لا يا دكروري مش نعرف تعملها يا دكروري. حلوة ايوه حلوه يا دكتوري. حلوه اديله حلوه يا دكتور. الله 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 الله. وزي ما احنا شايفين هتحط التربز وبديله واحده تحت الحزام، اداله واحده تحت الحزام، والدكتور مش عارف يعمل حاجه. بيبسي كوكاكولا كوكاكولا كاكولا سبايدر مان الرجل العكنبوت سوبرمان الرجل ابو البس ازرق ايس كريم جلاتي ستروبري فراول ووتر ميه برجر همبرجر شيكن تشيكن فرخه وينجز دراع الفرخه سكيزوفرينيا عبيد. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.